أسلوب منظم وسرعة بديهية وردود متتالية. يمتلكون أدوات نادرة في السيطرة على الآخرين وإيصال رسائل قوية تجذب من يستمع إليها وربما تؤثر على عقله دون أن يدري. الخنفشاريون اسم لمجموعة تعمل دون أي شكل منظم، لكن خطورتهم ربما تفوق خطورة المواجهات بين الدول. ويشهد التاريخ أن عدداً ليس بالقليل تسببوا في كوارث بعد أن نصبوا المصائب لأتباعهم من البسطاء الذين يصدقونهم ويؤمنون بهم على طول الخط دون نقاش أو تردد. يعتمد الخنفشاريون في نشر أفكارهم الضالة على عنصر الإبهار، بحيث يظهر أحدهم حين ينشر فكره ومذهبه عالماً داعياً فقيهاً لا يشق له غبار، وترتكز تحليلاتهم وآرائهم على حكمية الرد بحيث لا يقع أحدهم في رد يكشف خطأه أو يظهره للناس على أنه من أدعياء العلم. لا يرتبط الخنفشاريون بحركة معينة أو هيكل تنظيمي بقدر ما يتلاقون في هدف واحد، وهو نشر الضلال والأباطيل. والأشد غرابة أنهم متقاربون في الفهم والأسلوب وطريقة الظهور، ما أن يتلقى أحدهم السؤال حتى ينبري رداً مباشراً بإجابات يصر أمام الناس على أنها مؤسسة على أدلة يزعم أنها علمية بينما هي من وحي خيالاته. ولكن ما سر تسمية الخنفشاريين بذلك الاسم؟ تعود تسمية هؤلاء الرجال أدعياء العلم الذين يبثون ما يريدون من أفكار للناس ويظهرون على أنهم أصحاب الحقيقة وما دونهم سراب إلى لفظة الخنفشار. كان أحد مدعي العلم الذي يصطلح العلماء على تسميته زعيم الخنفشاريين يفتي في كل شيء فيما يعلم وفيما لا يعلم. لم يكن الرجل يعترف أبداً بالرد الموضوعي المتوقع بكلمة الله أعلم، وهو الرد المعتاد ممن لا يدري بتفاصيل مسألة أو قضية تلقى فيها سؤالاً أمام الناس. وعلمياً لا يوجد أدنى حرج على العلماء ذاتهم من الاعتراف بعدم الوصول إلى معلومة معينة أو عدم فهمها، لكن الخنفشاريين لا يعيرون تلك الضوابط العلمية بالاً، بل إنهم يرون أنهم من حقهم أن يفتوا الناس في كل وقت وفي أي مسألة أياً كانت التداعيات المترتبة على ذلك. نعود إلى زعيم الخنفشاريين، من هو؟ تعود قصة تلك التسمية إلى رجل ظهر قديماً في إحدى القرى، وكان معروفاً بين طلبة العلم بأنه من أدعياء العلم وليس عالماً بالمعنى المفهوم، لكن الناس ظنوا زوراً أن الرجل عالم كبير، لأنهم ما إن كانوا يبادرون بالسؤال حتى يردوا سريعاً ويزعموا أن لديه الأدلة والأسانيد كافة التي تدعم موقفه وفقهه وعلمه. وكان الحقيقة أن الرجل لا علاقة له بالعلم وأهله. اتفق بعض طلاب العلم على ضرورة وضع الرجل في اختبار حقيقي يكشف مدى صدق ذلك الرجل من كذبه، وهنا كانت المفاجأة. اتفق طلاب العلم على أن يخترعوا لفظة يعجز ذلك الرجل عن تفسيرها أو إطلاق فتاوى بشأنها، فسألوه سؤالاً محدداً وقالوا له: ما حكم الخنفشار؟ كالعادة انبر الرجل يرد بسرعة ليس لها مثيل. بدأ الرجل يطلق سيل الفتاوى وقال: الخنفشار نبت طيب ينبت في أقصى جبال اليمن، وكان بذلك يقصد ألا يتمكن أحد من الذهاب إلى هناك للتحقق من كلامه. وبدأ يروي أهمية الخنفشار وفوائده بالنسبة للإبل والناس، وتابع: إن أبو داود قال في حق الخنفشار بتذكرته كذا وكذا، وقد قال الشاعر في حق الخنفشار: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. أخذ الرجل يروي فوائد نبات اخترعه وشيء ليس له وجود، إلى أن قال: وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تدخل القوم على الفور لاستفاقه وقالوا له: اصمت، كذبت على هؤلاء فلا تكذب على النبي. ومنذ ذلك الحين أصبح توصيف الخنفشارية ملازماً لكل من يفتي بغير علم ويطعن في قيم عليا بأقاويل كاذبة من خياله، يزعم أنها علمية بينما هي محض افتراءات.